بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان ولظهر الدور كلها امين. النهارده هناخد المحاضره الثالثه من الموضوع بتاعنا الارثوذكس ونقاط الخلاف مع الخلقدونيين. الموضوع بتاع النهارده له أهمية خاصة، لأن في نقطة خلاف شكليا تظهر كما لو إن لم يكن هناك خلاف. هنتكلم عن تعبير الآباء ولا سيما البابا أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس عمود الدين عن التعبير المشهور طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. هذا التعبير يردده أيضا الخلقدونيون، يقولوا بيه برضو، ولكن فرق كبير قوي بين تفسير هذا القول وشرحه التفسير الأرثوذكسي يختلف عن التفسير الخلقدوني. هذا التعبير بيتقال بأسلوبين وبطريقتين، مية فيسس تسيء لغو سيسار قومينو، يعني طبيعة واحدة للإله الكلمة المتجسد. وده ردده كتير البابا أثناسيوس ومن بعده البابا كيرلس، لكن كان دايما يقابل باتهامات بالأبولينارية، يقولوا طالما بتقولوا طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد يبقى انتوا بتقصدوا الطبيعة اللاهوتية، وكأن الطبيعة الناسوتية تلاشت. نقول لهم طب ما بيتقال المتجسد ما فيش فايدة. ففي تعبير آخر بدأ يستخدمه أكتر البابا كيرلس عمود الإيمان أو عمود الدين، اللي هو مية فيسس تسيء لغه سيسار قوميني. خلي بالكوا الأولانية تسيء لغو سيسار قومينو، لكن دي مية فيسس تسيء لغو سيسار قوميني. الفرق بينهم ايه؟ في الأولانية كلمة المتجسد تعود على الله الكلمة المتجسد. لما اتهموا وقالوا كده بتقولوا بطبيعة بسيطة وهي طبيعة الله الكلمة، ولشيتوا الطبيعة الناسوتية، فبنقول عشان كده البابا كيرلس استخدموا أكتر مية فيسس تسيء لغو سيسار قوميني، لأن إذا كان سيسار قومينو عايد على الله الكلمة، سيسار قوميني هنا عايد على الطبيعة نفسها اللي هي تترجم بالعربي طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة، عايز يقول لهم بكل وضوح وصراحة إننا نؤمن بالطبيعة الواحدة
ولكنها ليست طبيعة بسيطة، ولكنها طبيعة مركبة. عشان كده كلمة متجسدة عادت على الطبيعة، طبيعة متجسدة، ما هيش طبيعة بسيطة. وتوسع فيها القديس كيرلس بالشرح، ومن بعده جه القديس ساويرس وشرح ليه القديس كيرلس قال كده او رددها بهذه الصورة، عشان يؤكد انها طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة مركبة وليست طبيعة بسيطة. نفس التعبير رددوه ايضا، ولكن موجه للأقنوم المرة دي بنفس الطريقة، أقنوم واحد لله الكلمة المتجسد، أقنوم واحد لله الكلمة المتجسد. لأن أبائنا آمنوا بطبيعة واحدة وأقنوم واحد، مش أو طبيعة وأقنوم، طبيعة واحدة وأقنوم واحد. فاستخدموا التعبيرين بوضوح، فلما بيقولوا طبيعة واحدة يقصدوا الطبيعة، لما يقولوا أقنوم واحد يقصدوا وحدة الأقنوم. فكلمة طبيعة وأقنوم هنا ليس مترادفان ولكن متلازمان. طالما في طبيعة واحدة لابد يكون لها أقنوم واحد، كما يؤكد الآباء في مواضع كثيرة بأنه يوجد طبيعة واحدة وأقنوم واحد لله الكلمة المتجسد، فيقولون دائما طبيعة واحدة وأقنوم واحد وليس طبيعة واحدة أو أقنوم واحد. القديس البابا أثناسيوس الرسولي في إحدى رسائله قال هكذا نقول الآن أنه يجب أن نعتقد بطبيعة واحدة وأقنوم واحد لله الكلمة المتجسد بالكمال. دي ورد في مخطوط دير الأنبا بشوي، مخطوط كتاب منارة الأقداس لابن العبري أو ليوحنا ابن هارون زي ما بيقول. أيضا القديس أثناسيوس يقول من كتاب الأوضاع على تجسد الكلمة قال هكذا نعترف أن ابن الله وهو الله بالروح وهو ابن البشر بالجسد، وليس هو اثنين أعني طبيعتين لكنه طبيعة واحدة إله واحد الكلمة المتجسد. يعني في الأول قال طبيعة واحدة وأقنوم واحد، وبيأكد في موضع تاني هو طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. وقد سار القديس كيرلس عمود الدين على خطى البابا أثناسيوس والآباء الكبادوك في استخدام المصطلحات. لما يجي يتكلم على الثالوث بنفس المصطلحات وبنفس التعريف يتكلم عن التجسد، سواء البابا أثناسيوس أو الآباء الكبادوك التعريف واحد للمصطلحات، ممكن ينطبق على الثالوث القدوس وممكن ينطبق على التجسد بنفس التعريف اللي قلناه قبل كده، الفرق بين الطبيعة والأقنوم اللي هو الفرق بين العام والخاص. ونجد
زي ما خدنا المرات اللي فاتت أن مفهوم وتعريف الآباء على مر العصور للجوهر والأكنوم لم يكن فيه اختلاف من ساعة مجمع الإسكندرية 362 وتحددت استخدام المصطلحات ازاي، خلاص ما عادش فيه خلاف فيها، سواء القديس أثناسيوس أو البابا كيرلس أو باسيليوس أو ساويروس، وكذلك أباء القرون الوسطى زي ما خدنا قبل كده. والجدير بالملاحظة أن مفهوم المصطلحات لم يكن نقطة خلاف بين البابا كيرلس ونسطور. الخلاف بين البابا كيرلس ونسطور ما كانش اختلاف على المصطلحات، لكن كان خلاف على ايه؟ نعم، مفهوم الاتحاد. هو مكتوب قدامكم؟ طب كويس، يعني انتوا فاهمين دلوقتي كويس. كان عن مفهوم الاتحاد نفسه بين اللاهوت والناسوت. وبالنسبة لتعريف الجوهر والأقنوم، طبعا الجوهر مرادف للطبيعة في غالبية الأحوال، والفرق بينهما يشرح القديس كيرلس ويقول، ده ما حدش قال لنا بقى ان القديس كيرلس، لا ده هو نفسه بنجيب كلامه بيقول: نعم، هناك فارق كبير بين الاثنين، بين الجوهر والأقنوم، لان الجوهر يحتوي على كل الصفات، فالجوهر هو حقيقة مشتركة، بينما الأقنوم يطلق على الأقانيم المشتركة في هذا الجوهر الواحد. ويقول: انتبه، سوف أشرح لك ذلك. ده مين اللي بيقول كده؟ مش أنا، ده البابا كيرلس. يقول: نحن نعرف الإنسان بأنه حي وناطق وفاني، وهذا هو المفهوم المناسب له، ونحن نقول أن هذا يعبر عن جوهره، وهذا التعريف ينطبق على كل الأفراد فردا فردا. وهنا يجد توما ومرقس وبولس مكانهم الصحيح حسب اعتقادي، وهكذا نحدد الجوهر، ولكننا لا نحدد بعد ماهية الأشخاص الذين نتكلم عنهم بشكل دقيق. فحينما نقول إنسان بشكل عام، فهو ليس بطرس ولا بولس، وحينما نقول توما وبطرس فنحن لا نخرج من حدود ما نسميه بالجوهر الواحد، أو نقول فلان وفلان الاتنين جوهر واحد لكن مش أقنوم واحد، وهذا لا يقلل من كل منهم كإنسان، فقد أظهرناه موجودا بأقنومه الخاص. إذن الجوهر هو لكل إنسان كدليل على النوع، أما الأقنوم فهو يطلق على كل واحد في ذاته، دون أن ننسى أنه يشير أيضا إلى شركة الجوهر، ولكن دون أن نخلط بين العام والخاص. أنا جايب هنا استرجاع لتعريف الآباء ولا سيما للقديس كيرلس عشان نشوف هو فرق، ما بيتكلمش على الجوهر والأقنوم والطبيعة كمترادفات، لا، كل تعريف له معناه وله توظيفه وله اختصاصه. الكلام ده كان في كتاب حوار حول الثالوث للبابا كيرلس السكندري. القديس باسيليوس زي ما قلنا قبل كده فرق بين جوهر وأقنوم، أعطى الإنسان كمثل، المشترك بين أفراد البشر هو الطبيعة البشرية. الطبيعة قلنا والجوهر دي مترادفات. الخاص هو الأشخاص، المشترك هو جوهر، الخاص هو أقنوم، بطرس، بولس، سلوانس،
هم أشخاص. وطالب باسيليوس بنقل هذا التفريق إلى الثالوث القدوس. يعني باسيليوس قال الفرق بين الجوهر والأقنوم زي ما احنا بنستخدمه بالنسبة للبشر بنستخدمه أيضا في الثالوث القدوس، وكل الآباء صاروا هذا المسلك. ويتابع باسيليوس في الرسالة نفسها استنباط المميزات والخواص والصفات والظروف التي تحدد الطابع الفردي للإنسان وتفصله عن الفكرة العامة والمشتركة، ولا تدخل في تحديد الطبيعة. إيه اللي بيحدد الطابع الفردي؟ الأقنوم. ثم يقول أنقل إلى العقائد الإلهية نمط التفريق نفسه الذي تقره في حالة الجوهر والأقنوم في المسائل البشرية، فلا تنح نحوا ضالا. فهناك ما هو مشترك في الثالوث وما هو مميز، فالمشترك يعود إلى الجوهر والأقنوم هو العلامة الفارقة المميزة. كلام واضح؟ في تعقيد، في لبس، في غموض. تعريفات صريحة وواضحة وبتعبيرات بسيطة مباشرة ممكن كل واحد يعقلها ويفهمها ببساطة جيدة جدا. وقال أيضا، الكلام ده أنا بجيبه لكم عشان نشوف إزاي هيحوروا بطريقة غير منطقية ولا أبائية ولا يعني واقعية المعاني بعد كده إزاي. قديس باسيليوس في الرسالة 236 يقول إن التمييز بين الجوهر الأوسية والأقنوم هو عين ما بين العام والخاص. طبعا الكلام ده قررناه كتير وبنقوله للتأكيد والتوضيح، إن الأمور كانت واضحة زي الشمس ومحددة ولا لبس فيها على الإطلاق، كما هو مثلا بين الحيوان والإنسان الخاص. فإن لم يكن لنا إدراك متميز للخواص الفارقة أي الأبوة والبنوة والتقديس، ولكن ألفنا مفهومنا عن الله من فكرة الوجود العامة، فلا نستطيع أن نعطي تقريرا سليما عن إيماننا. فعلينا إذن أن نعترف بالإيمان بإضافة الخاص إلى المشترك. فالإلوهة مشتركة، الإلوهة في الثالوث يعني الآب هو الله، الإبن هو الله، الروح القدس هو الله. الإلوهة مشتركة، الأبوة خاصة. فعلينا إذن أن نمزج الاثنين ونقول أؤمن بالإله الآب، أؤمن بالإله الإبن، وهكذا نجد حماية مرضية للوحدة باعترافنا بألوهة واحدة، بينما في تمييز الخواص الفردية الملاحظة في كل واحد من الأقانيم. يوجد الاعتراف بالخواص الخاصة للأقانيم. هكذا استخدم الآباء التعريفات، ما اضطروش يغيروا سواء هما بيتكلموا عن الثالوث أو عن التجسد. إيه اللي اضطرنا لكده؟ مفيش. القديس كيرلس يؤكد وحدة الطبيعة في المسيح في وقت فكان بيتكلم فيه في كتاب السجود والعبادة بالروح والحق، يقول المسيح هو الجوهرة والزينة المتعددة الأشكال الذي هو واحد في طبيعته. المسيح واحد فين؟ في طبيعته. في كتاب ضد النحوي اللي كتبه القديس ساويرس
خلي بالكم اللي هو ماشي على خطى القديس كيرلس وتلميذ مخلص لتعليم القديس كيرلس، يقول انه من اثنين تنتج طبيعة واحدة وأقنوم متجسد للكلمة، طبيعة وأقنوم، مش طبيعة أو أقنوم، طبيعة وأقنوم واحد. رسالة القديس كيرلس رقم 40 يقول: وهكذا فنحن نقول أن الطبيعتين اتحدتا، فهنا بيتكلم الطبيعة يقصد بها الايه؟ الطبيعة. الطبيعتين اتحدتا، ومنهما يكون الابن الواحد والوحيد الرب يسوع المسيح، كما يتفق مع أفكارنا. ولكن بعد الاتحاد، حيث أن الانفصال إلى اثنين قد بطل الآن، فنحن نؤمن أنه توجد طبيعة واحدة للابن كواحد قد صار إنسانا وتجسد. طبيعتين اتحدوا بعد الاتحاد، نؤمن مفيش غير طبيعة واحدة للابن كواحد قد صار إنسانا وتجسد، يعني ما هيش طبيعة بسيطة، طبيعة مركبة من الطبيعتين اللي اتحدوا. وفي رسالة رقم 44 يقول: لأننا حينما نوحدهما نعترف بمسيح واحد، وهو نفس رب واحد، وإذن فنحن نعترف بأن طبيعة الابن المتجسدة واحدة. تأكيدات عديدة للبابا كيرلس على الطبيعة الواحدة. في رسالة رقم 45، خلي بالكم الرسائل اللي جبتها دهيت ليها أهمية خاصة. الرسائل دي كتبها بعد سنة 433، فاهمين بقى مقصود ايه؟ بعد مصالحة 433 والادعاءات اللي اتقالت على البابا كيرلس انه اقرب الطبيعتين، ولا سيما في خمس رسائل مهمة لغايه دلوقتي الخلقدونيون يقولوا ان احنا بنفهمها غلط، ان فيها بيؤكد بصراحة ووضوح ويؤكد على الطبيعة الواحدة. ففي الرسالة رقم 45 يقول ايه؟ فنحن عندما نقول أنه كان من طبيعتين، فنحن لا نجرح الوحدة. هو طبعا في اتحاد، طبيعة من طبيعتين، مش هننكر أنه من طبيعتين وأن في طبيعتين اتحدوا، لكن بمجرد ذكر الاتحاد لا نتكلم إلا عن طبيعة واحدة. فنحن لا نجرح الوحدة، ولكن بعد الاتحاد لنفصل الطبيعتين إحداهما عن الأخرى، ولا نجزئ الابن الواحد غير المنقسم إلى ابنين، بل نقول بابن واحد، وكما قال الآباء طبيعة واحدة متجسدة لكلمة الله. الكلام ده كله خاص بمين؟ للقديس كيرلس، قبل وبعد الادعاء الخاص بمصالحة 433.
في الرسالة رقم 46 برضو القديس كيرلس: فطبيعة الكلمة لم تتحول إلى طبيعة الجسد، ولا طبيعة الجسد تحولت إلى طبيعة الكلمة، بل كل منهما ظلت كما هي في ذاتيتها. يعني الخواص ما اتغيرتش بحسب طبيعة كل منهما، وتعتبران متحدتان بطريقة تفوق الفهم والشرح. وقد ظهر لنا من هذا طبيعة الابن الواحدة، ولكن كما قلت متجسدة. ودايما لما يقول متجسدة يقصد انها ايه؟ مركبة مش بسيطة، بيرد على الاتهامات اللي احنا بيقولوها ان احنا بنؤمن بطبيعة لاهوتية صرف، بيأكد انها متجسدة. وادى امثلة كتير: اتحاد الفحم بالنار، كل صفات الفحم ما تتلاشاش ما تلاشتش، وصفات النار برضو بقى في طبيعة واحدة للسيد المسيح، هي طبيعة الإله المتجسد أو الإله المتأنس، تجمع كل خواص اللاهوت وكل خواص الناسوت بغير امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير. في رسائل القديس ساويرس إلى سرجيوس، رسائل القديس ساويرس إلى سرجيوس، في ثلاث رسائل كان سرجيوس كان يبعت له يستفسر عن حاجات ويرد عليه القديس ساويرس. يقول إيه؟ شخص واحد، أقنوم واحد، طبيعة واحدة تخص الكلمة، أعني المتجسد. في تعبير شبيه بكده في طقوسنا الكنسية، أكيد أنتوا يعني اللي كلكم شاطرين ممكن تجيبوها لي على طول كده، تتقال إمتى؟ سأطقية الاتنين، وأوفيسيسن أوت وهيبوستاسيسن أوت وبروسوبونن أوت، طبيعة واحدة، أقنوم واحد، شخص واحد، مش او، فيش او هنا، هو طبيعة واحدة واقنوم واحد وشخص ايه؟ واحد. في برضو في رسالة القديس ساويرس لسرجيوس يقول: لم يحدث خلط للطبيعتين بل تركيب. لم يحدث خلط بل تركيب، يعني تجميع، جمعوا مع بعض لكن ما تخلطوش. وبمجرد ما حدث قد تثبت التركيب، ومنه كمل وجود طبيعة واحدة وأقنوم واحد للكلمة المتجسد. وهنا نلاحظ دائما طبيعة واحدة وأقنوم واحد، لو كان يقصد حاجة منهم كان قال طبيعة واحدة، أو يقصد أقنوم واحد يقول اللي عايزه، لكن قال طبيعة واحدة وأقنوم واحد. برضو القديس ساويرس في رسائله لسرجيوس النحوي قال كده، قال أثناسيوس الحكيم في الأمور اللاهوتية إن هناك طبيعة واحدة متجسدة للكلمة، وجاب قول الغرغوريوس، كان ادعوا على غرغوريوس إن بيقول حاجة تاني. فشوفوا هنا القديس ساويرس بيقول إيه: ولكن بما أننا نعرف أن غرغوريوس لم يقل مثل هؤلاء الأرجاس أن الابن مزدوج في الطبائع والأقانيم،
فإننا نرفض أي شائبة تمس شرف هذا الأب القديس، فإنه يدرك الله المتأنس الواحد من اثنين. نسطور لا يعترف بهذا، بل يتجنب هذه الصيغة من اثنين، والتي ترسخ التركيب وتكمل أقنوما واحدا وطبيعة واحدة للكلمة المتجسد. ده مين اللي قال كده؟ ساويرس بيستشهد بمين؟ بغريغوريوس. خلي بالكو، مين استشهد بغريغوريوس قبل كده؟ حدش فاكر مين استشهد بغريغوريوس قبل كده بصوت عالي؟ نعم، مين استشهد بغريغوريوس بصوت عالي ان غريغوريوس بيؤمن بالطبيعة الواحدة؟ البابا ديسقورس في مجمع خلق دنيا لما حب يقر الطبيعتين قال لهم كده: احرموني وابائي معي، المعي كتابات اثناسيوس وكيرولوس وغريغوريوس. ذكر الثلاثة: أثناسيوس وغريغوريوس وكيرولوس. عشان خلي بالكم دلوقتي، لو لقيتوا كتابات لغريغوريوس مكتوب فيها بيقول بالطبيعتين، اعرفوا على طول ان ملعوب فيها. وبرضه في رسائل القديس ساويرس لسرجيوس يقول: لكن المسيح نفسه ليس مزدوج الطبائع والأقانيم. وخلي بالكوا دايما يذكروا الطبائع، الطبيعة والأقنوم أو الطبائع والأقانيم، لأن ما حدث للطبيعة للطبائع حدث للإيه؟ اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي. شوفوا أبائنا ماشيين إزاي، عشان هتلاقوا كلام غير كده بعد شوية. يقول: لكن المسيح نفسه ليس مزدوج الطبائع والأقانيم، بل هو واحد من اثنين. يعني ايه واحد من اثنين؟ يعني طبيعة واحدة من، وأقنوم واحد من أقنومين. في اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي. طيب، اللي مشينا فيه لغاية دلوقتي يوضح بكل جلاء ووضوح شديد فكرة أبائنا وطريقة استخدامهم للمصطلحات وما يعنون بها ايه، سواء أثناسيوس، باسيليوس، غريغوريوس، القديس كيرولوس، وبعديهم القديس ساويرس اللي تتلمذ على كتاباتهم من كل النماذج اللي جبناها. لكن قلنا ان بعد عصر أناستاسيوس ولما جه يوستينيانوس بدأ في محاولة بالتلاعب بالمصطلحات وبأقوال الآباء، ولا سيما القديس كيرولوس، لتوفيقها على عقيدة خلقدونية. مش راضيين يتنازلوا عن مجمع خلقدونية
لأن في كتير حققوا مكاسب منه، والصالح الإمبراطور من الناحية السياسية أن يظل هذا المجمع له قانونيته وله وضعه. فيعمل إيه؟ يحاول يعدل أو يأول كتابات الآباء إنها تتمشى مع خلق دنيا. وبدأ الموضوع دوت ببعض اللاهوتيين عندهم، وكان من المتقدمين فيهم واحد اسمه يوحنا النحوي المعاصر للقديس ساويرس. وللقديس ساويرس كتب أعظم ما كتب، هو نفسه قال كده في أحد رسائله، في كتاب مجلد من 3 أجزاء اسمه كونترا جون جراماتيكام. فبنقول كما ذكرنا من قبل أن حاول الخلقدونيون ولا سيما في عصر يوستينيانوس تغيير تعريف المصطلحات ومحاولة توفيق أقوال الآباء ولا سيما القديس كيرلس مع تحديدات إيمان خلقدونيا، وتعرضت تعبيرات القديس كيرلس للتأويل بما يحقق هدفهم المنشود. أما بالنسبة لتعبير الآباء اللي هو طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة، فقام الخلقدونيون بالآتي، ده تعبير واضح وصريح ومشهور قوي، مشهور جدا، ومش القديس كيرلس اللي استخدمه بس، لا ده البابا أثناسيوس الرسولي استخدمه كتير وله كتابات موجودة. فهيعملوا فيه ايه؟ هيقولوا فيه ايه؟ اتبعوا عدة طرق للتعامل مع التعبير ده بالذات اللي هو موضوع حديثنا اليوم. اولا طعنوا في أرثوذكسية هذا التعبير ونسبوا هذا القول لأبوليناريوس، قالوا القول ده مدسوس في كتابات الآباء من أبوليناريوس أو من أتباع أبوليناريوس، والآباء استخدموه كده كأنهم يعني سذج، لكن ما قصدوش بيه إن الطبيعة طبيعة. فأول حاجة طعنوا فيها إن التعبير ده أبوليناري، زي ما كانوا بيتهموا مين؟ البابا كيرلس اللي يقول بطبيعة واحدة يبقى أبوليناري، واتهموا أطاخي، وحولوا بعد كده التهمة بقى بدل ما يبقى أبوليناري يبقى أطاخي، كأني أطاخي ده عالم علامة ويعني مشهور بكتاباته ومراجعه وخطبه، وهو ما كانش له أي حاجة خالص، لا له عظات ولا كتابات ولا خطب ولا أي حاجة. ثانيا أول حاجة قلنا قالوا إن ده تعبير أبوليناري ومدسوس والآباء استخدموه كده بعدم معرفة. ثانيا التلاعب بالمصطلحات والألفاظ ومحاولة تأويل تفسيرها حسب عقيدة مجمع خلق دنيا بالطبعتين، لأن القديس كيرلس كان له شهرة زائعة الصيت، عشان يقولوا انه يعني استخدموا كده ومش فاهم ما تدخلش الدماغ،
فقالوا لا ده هو استخدمه بس بمصطلحات وبمعاني تاني أرثوذكسية غير اللي كانت بيفهموها غلط بحسب أبو ليناريوس. دي تاني حاجة. أول حاجة إن ده مطعون فيها أبو ليناريوس. تاني حاجة عن طريق التلاعب بالمصطلحات وتأويل المعنى. تالت حاجة وظفوا الادعاء الخاص بمصالحة 433 اللي بيقولوا فيه ان البابا كيرلس اقر بالطبعتين كسند لإثبات تأويلهم للمعاني. عشان كده بقول استخدام الادعاء الخاص بمصالحة 433 التي يدعون فيها أن القديس كيرلس أقر بالطبيعتين كسند لإثبات تأويلهم في تفسير تعبير طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. الموضوع ده مهم قوي لأن اللي بياخدوا الأمور بسطحية لما يلاقوا التعبير ده بيستخدم عندهم يقول لك طب ده احنا زينا، ده احنا زي بعض تماما، امال الفرق فين؟ فسيلرز يقول ايه بقى؟ ان صيغه طبيعه واحده للاله الكلمه المتجسد ابوليناريه ومنسوبه لاثناسيوس، وان القديس كيرلس اقتبسها منه وكانها صيغه اصيله لاثناسيوس، وكأن القديس كيرلس ساذج جدا وغريب عن البابا أثناسيوس جهابذة وعلماء هذا الزمان كانوا أكثر وعيا منه قدروا أن يكتشفوا الحكاية دي، لكن البابا كيرلس يعني خدها كده بسذاجة. لما الكنائس الخلقدونية بقى في مساعي للوحدة والاتحاد جابوا التعبير دوت، اقترحوا قالوا ان كلنا ممكن نتحد ويوحدنا التعبير بتاع طبيعة كلمة الله الواحدة المتجسدة أو الطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسدة كأساس للوحدة المنشودة. فأحد اللاهوتيين من الكنائس الخلقدونية ولا سيما الكنيسة البيزنطية كان اسمه يوحنا كارميرس، معلش يا جوز النطق للأسماء مش دقيق قوي لأنه بتكتب معربة، يقول ايه اللي جاي ده بقى اللي هو احد اللاهوتيين من كنيسة الخلقدونية، يقول لكن كيف يفهم القديس كيرلس والاباء اللاحقون عبارة طبيعة كلمة الله الواحدة المتجسدة؟ انا هشرح لكم ببساطة اللي هيقولوه عشان لما تقروا، اصل بيقولوا كلام مكلكع كده احيانا ممكن تتوهوا فيه. لخصوا بالكلام ده، هجيب امثله كتيره بس بقول لكم هتدور حوالين ايه. اول حاجه سيلوا المعاني المصطلحات كلها بقى فيها سيوله، ازاي؟ كلها متاحه. قالوا ان الاباء استخدموا جوهر وطبيعه واقنوم بالترادف، في نحن اثبتنا ان الاباء كانوا حددوا الاستخدامات، قالوا كانوا بيستخدموها بمعاني واحده. فلو قلنا ان دي مقصود بها طبيعه، طيب هيبقى نقول طبيعه واحده
لله الكلمة متجسدة. فكلمة طبيعة واحدة لله الكلمة دي مقصود بها الطبيعة اللاهوتية، وكلمة متجسدة مقصود بها الطبيعة الناسوتية. يبقى كده في ايه؟ طبعتين. والقديس كورولوس اقر بكده في مصالحة 433 حسب ادعائهم يعني. وده يتفق مع عقيدة خلقدونيا وعقيدة القديس كورولوس. انتوا بتفهموا غلط اللي احنا يعني تاخدوها بطريقة حرفية، لكن كورولوس ما كانش يقصد كده. البعض الآخر قالوا لا ده كده هتدخلنا بمشكلة، لو قلنا طبيعة لاهوتية وطبيعة نوستية ووصرناها بالطبائع هندخل في الأقانيم بعد كده، يبقى لازم نقول أقنومين. فقالوا لا، ده القديس كورولوس لما استخدمها كان يقصد بالطبيعة الواحدة الأقنوم الواحد، فهو أقنوم واحد لله الكلمة المتجسد. وحسب الإيمان الخلقدوني إن أقنوم الكلمة اتحد بالطبيعة الناسوتية وصار أقنوم في طبيعتين، ودي تمشي معهم أكتر. أقنوم في إيه؟ في طبيعتين. دي فكرة بسيطة وهدخل في التفاصيل بأقوالهم بأسلوبهم، بس عشان تبقوا إيه؟ أنا بسطت لكم الحكاية في الأول، لكن هقراها لكم بقى محتاجة تركيز شوية. الشاهد اللي هجيبه ده الأولاني بالذات طويل شوية، فعايز تركيز. يقول إيه؟ لكن كيف يفهم القديس كورولوس والآباء اللاحقون عبارة طبيعة كلمة الله الواحدة المتجسدة؟ يقول إنهم يفسرون بوضوح عبارة طبيعة واحدة مثل عبارة أقنوم واحد، إن يقصدوا بيه إيه؟ وده اللي احنا بنقول، أقنوم واحد بطبيعتين حسب إيمان خلق الدنيا. وشخص الله الكلمة الواحد الذي صار متجسدا، بكلام آخر إنهم ينظرون إلى هذه العبارة كأنها مرادفة في معناها لتعبير يوحنا الإنجيلي الكلمة صار بشرا. والحق إنه عندما أثارهم التعليم المضلل عند نستوريوس، طب ليهم ما قالوا طبيعة واحدة؟ دي لما نستوريوس نستور غصهم أثارهم التعليم المضلل عند نستوريوس والقائل إن طبيعتين، وحاطط شرطتين كده إن شخصين، كأن نستور كان يقصد بالطبيعة الشخص، لأن هما زي ما قلنا زي نستور بالضبط، لكن ينكروا عنهم النستورية إن نستور قال شخصين، إحنا أقنومين، إحنا ما بنقولش أقنومين، وكأن نستور ما قالش طبيعتين، أو الطبيعتين دول مش غلط. فيقولوا إن نستور كان يقول طبيعتين يقصر بيهم إيه؟ شخصين. يقولوا عند نستوريوس والقائل إن طبيعتين أي شخصين آمنوا بأنه يقدرون، اللي هم أصحاب الطبيعة الواحدة يعني، آمنوا أنهم يقدروا أن يجاوبوه عن طريق تأكيد الطبيعة الواحدة، أي عن طريق تأكيد الأقنوم الواحد وشخص الله الكلمة الواحد. يعني نستور عايز يقول شخصين وكان بيقول طبيعتين يقصد بيهم شخصين، فدول ردوا عليه بطريقته طبيعة واحدة ويقصدوا بيها الشخص الايه؟ الواحد. على مزاجهم يأولون
اللي هم عايزينه، ويأولوا البابا كيرلس اللي هم عايزينه. بيقول الذي استخدم كأساس للاتحاد الأقنومي بين الطبيعتين، اللي هو أقنوم الكلمة بقى فيه طبيعتين، الإلهية والإنسانية. وكما نعرف جيدا فإن الألفاظ التالية، هو بيقول كما نعرف جيدا، هو اللي يعرف كلام من عنده هو، احنا لا. كما نعرف جيدا فإن الألفاظ التالية طبيعة وأقنوم وشخص كانت متماثلة في ذلك الوقت. وجبنا أمثلة في الأول، أنا جبت أمثلة في الأول عديدة إن ما كانتش متماثلة وكانت محددة. أرجوكوا اصحوا، الموضوع ممكن يبقى سهل لو فاهمينه صحيح. كان في ذلك الوقت إذ أنهم عدوها مترادفة ومتطابقة، لذلك يجب فهم لفظة الطبيعة الواردة في هذه العبارة التي نحن بصددها، اللي هي طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، كشخص في ذاته. ويقول لذلك كتب القديس كيرلس ما يلي: طبيعة الكلمة أي الأقنوم الذي هو الكلمة نفسه، ومن خلال لفظة الواحدة يقصى كل معنى نسطوري. فلما يقولوا طبيعة واحدة اللي يقصدوا بها شخص واحد، فمن خلال كلمة واحدة فيبعدوا بقى ايه المفهوم النسطوري المتعلق بانقسام شخص كلمة الله المتجسد الواحد وتؤكد وحدته. لكن لفظة المتجسدة هي اسم مفعول تدل على أن الطبيعة الإنسانية اتخذها كلمة الله السرمدي واتحد بها أقنوميا عندما حان ملء الزمان. خلي بالكوا في اللي جاي ده، فاسم المفعول يوجد أيضا في كتابات كيرلس في حالة الرفع، الفعل يطابق كلمة الطبيعة اللي هي شرحتها لكم ببساطة في الأول، مية فيسوس سيقولوا سيسار كوميني. سيسار كوميني دي عايدة على إيه؟ الطبيعة. بس مش عايز أدخل معاكم في الإعرابات وغيره، بنتكلم بالمعنى المقصود على طول. فتأتي في حالة الفعل على النحو الذي اقتبسناه سابقا من مؤلفاته، وفي حالة المضاف إليه أيضا ليطابق أيضا عبارة الابن والكلمة في حالة الإعراب، كما في حالة طبيعة الابن المتجسد الواحدة اللي هي طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. ونؤمن بأن طبيعة الكلمة واحدة، لكن بكونها متجسدة ومتأنسة، ووفقا لذلك فإن عبارة طبيعة واحدة تعني أقنوما واحدا وشخصا واحدا، لكنها لا تعني كما يؤمن نسطوريوس طبيعتين أي أقنومين أو شخصين بعد الاتحاد. وهذا حقيقي لأن الطبيعة الواحدة أي الأقنوم الواحد الكلمة الواحد أصبحت متجسدة، فهي اتحدت إذن بالطبيعة الإنسانية بدون اختلاط واتخذت بشكل كامل مريم. خلي بالكم في حتة جاية هشرحها لكم لسه في المحاضرات الجاية، بس هقولها لكم لأنها جاية في السكر. يقول طبيعة إنسانية لم تكن موجودة سابقا، وده احنا بنؤمن بيه إن لم يكن للناسوت وجود سابق خارج الاتحاد الأقنومي، لأن الإله الكلمة لم يتحد بجسد سابق التأقنم. التأقنم ده بقى هيكون له موضوع كبير، كونه بلا أقنوم وبلا شخص، لأن اعتبروا أن الناسوت اللي اتحد بيه اللاهوت أقنوم الكلمة بالطبيعة اللاهوتية اتحد بطبيعة بشرية بدون أقنوم مش مقنمة، كونه بلا أقنوم بلا شخص، لأنه كشخص استخدم شخص الإله الكلمة أو أقنومه. لذلك كانت لفظة الطبيعة في تعبير كيرلس طبيعة واحدة، وفي تعبير نسطور طبيعتين تحمل أيضا معنى الأقنوم أو الشخص.
شوفوا بقى بيقول ايه. ان القديس كيرلس وفقا لقول يوحنا الدمشقي يفهم بعبارة متجسدة جوهر الجسد، وبعبارة طبيعة واحدة أقنوم الكلمة، أي ألوهيته. إذن هما طبيعتين. ده وفقا لمين؟ ليوحنا الدمشقي اللي جه في القرن الثامن، هو اللي بيفسر كيرلس الذي لا يؤمن به أصلا، واللي واخدين موقف منه. عشان كده هيكون في مرة محاضرة أو اتنين كاملين عن الخلقدونيون والبابا كيرلس وكتاباته، اللي هم بيدعوا ان هم اللي فاهمينه وبيحددوا كان يقصد ايه. هوريكوا بيتعاملوا معاه ازاي وبيقولوا عليه ايه وبيتهموه بايه. فالدمشقي هو اللي بيفسر كيرلس، مش ساويرس ولا ديسكوروس ولا البابا سيودوسيوس ولا البابا تيموساوس، لا، ده واحد من الخلقدونيين هو اللي بيحدد كيرلس يقصد ايه. يقول إذن هما طبيعتان، ويضع كيرلس على نحو توكيدي الطبيعة الواحدة، يقصد شخص الله الكلمة المتجسد الواحد، في مقابل الطبيعتين عند نستوريوس، الشخصين يعني. لكنه فهم الشخص الواحد أنه حامل الطبيعتين كلتيهما اللتين لم تختلطا ولم تتغيرا، لكنهما متحدتان بطريقة لا يوجد فيها اختلاط أو امتزاج أو تغيير أو تمثل أو انتقال من طبيعة إلى أخرى. بهذه الطريقة لم يتجنب كيرلس المونوفيزية فقط، بل بالأبولونية أيضا في صراع ضد نستور. لم يتجنب انه يضع من اصحاب الطبيعه الواحده الوحيده زي ما هم بيقولوا كده يعني، ولكن برضو عمل الاثنين مع بعض يعني. خلي بالكم ويقول ايه بقى. كثيرا ما يظهر في كتابات كيرلس الاسكندري انه يستعمل حقا لفظه الطبيعه بمعنى الاقنوم او الشخص، أي بمعنى الإله الكلمة نفسه مع الجسد المتحد به. ولذلك علم أن الرب وهو إله بالطبيعة صار متجسدا. وفي هذه الحالة يجب نسبة كل الألفاظ التي تسمع في الأناجيل إلى شخص واحد، إلى أقنوم واحد متجسد للكلمة، أو إلى أقنوم الكلمة المتجسدة الواحد. ده كله لكي يحارب النصاطرة الذين اعتقدوا او اعترفوا بان الاقنومين منفصلان بعد الاتحاد غير المنقسم. وهكذا اصبحت الالفاظ التاليه الطبيعه والاقنوم والشخص مترادفه، لانها استعملت بشكل متبادل. طبيعه واحده اذ اقنوم واحد الله الكلمه المتجسد، اي شخص واحد رب واحد. بناء على ذلك فان لفظه الطبيعه استخدمت مكان الأقنوم، كما أثبت ذلك الإمبراطور يوستينيانوس. شفتوا بقى الموضوع ما ينفعش يدرس بالقطعة من النص، عشان كده احنا واخدينه شامل من البداية للنهاية عشان نعرف أصول الفكر ماشي ازاي. عشان كده قلنا تاريخ الفكر الكريستولوجي. ده مين اللي اثبت بقى كده؟ كما اثبت الامبراطور يوستينيانوس الضليع في الالهيات. ما يوستينيانوس عمل نفسه يعني ايه اللاهوتي الفذ.
وهكذا تكون عبارة طبيعة كلمة الله الواحدة المتجسدة أرثوذكسية. هو بيقول أرثوذكسية بالنسبة لهم باعتبار إن إحنا مش أرثوذكس، إلا أن تعبيرها الخارجي، خلي بالكم من الكلام، وصياغتها فقط يظهران كأنهما يذكران المرء بشكل طفيف بالمونوفيزية، على أساس هي بيتقال طبيعة واحدة يعني. هكذا كما سبق أوضحنا، تشهد عبارة طبيعة الله الكلمة وعبارة متجسدة للطبيعة الإنسانية التي ليست في ذاتها أقنوما، لكنها أصبحت متأقنمة. خلي بالكم دي قلت هيبقى يكون فيها كلام كتير في أقنوم الكلمة، على وعلى ذلك تشهد لفظ الطبيعة واحدة لأقنوم الله الكلمة أو الشخص الواحد. وبعدين يقول فوحدة الشخص أي الشخص الذي يحمل طبيعتين تحفظ، شخص يحمل طبيعتين، لأن هذه العبارة بأكملها تساوي العبارتين التاليتين: الله الكلمة الواحد المتجسد، أو واحد فقط هو المسيح الكلمة الآب مع جسدي الخاص. هكذا يفترض القديس كيرولوس وجود طبيعتين كاملتين نشأ عن اتحادهما الأقنومي. ما يقولوش اتحاد طبيعي خالص، الاتحاد الطبيعي الأقنومي هناخده المرات الجاية، خلطوا ما بينهم يعني خالص. المسيح الواحد، فهو لا يعتقد بوجود طبيعة واحدة بالمعنى المونوفيزي، أي أن هناك ماهية واحدة للاهوت وللناسوت. النظرة التي أدانها المجمع المسكوني الخامس اللي لسه هناخده، وبالنتيجة عندنا من حيث المحتوى التعبير ده طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة من حيث المحتوى، عقيدة خلق دنيا عن الاتحاد الأقنومي للطبيعتين في المسيح. لكن صيغة من ناحية الصياغة بأسلوب المدرسة اللاهوتية الإسكندرانية التي أكدت شخص المسيح الواحد، وهكذا شددت على المسيح الواحد لتناقض المدرسة الأنطاقية التي شددت على الشخصين في الاتحاد وبعده. شوفوا بقى، هكذا فهم كيرلس الإسكندري نفسه والمجمع المسكوني الخامس والإمبراطور جوستينيان في اعترافاته ولونديوس البيزنطي ويوحنا الدمشقي وأباء أرثوذكسيون آخرون عبارة طبيعة كلمة الله الواحدة المتجسدة بمعنى أرثوذكسي. ويقصدوا بأرثوذكسي يعني إيه؟ خلق دوني. طبعا بيتكرر، أنا قلت لكم في الأول خالص لخصت لكم الموضوع بيفسروها بإيه وإيه وبيستندوا على إيه، تلاعب بالمصطلحات، تأويل المترادفات، يفسروها إنها طبيعة وطبيعة أو أقنوم في طبيعتين، وبيستشهدوا بما ادعوه على القديس كيرلس نفسه. يقول برضو الأستاذ يوحنا كارمير الزاوت: لقد نجح في الإقرار بأنه عندما يكون الكلام عن الاتحاد فهو لا يعني التقاء شيء واحد بل التقاء شيئين أو أكثر تختلف طبائعهما. وعندما نتحدث عن الاتحاد فإننا نعترف باتحاد جسد ذي نفس بالكلمة، وأولئك الذين يقولون بالطبيعتين فإنهم يقصدون الشيء نفسه. والحق أنه بعد الاتحاد لا يمكن أن يفصل ما اتحد بغيره، لا بل إن الابن واحد وطبيعته واحدة بحيث أنها طبيعة الكلمة المتجسد. من الواضح أن لفظة طبيعته يجب فهمها من خلال ارتباطها بالعبارة السابقة ابن واحد بكونها الأقنوم الواحد للابن،
بحيث أن وحدة شخص الإله الكلمة المتجسدة لم تلغى باتخاذ الجسد. فبعد الاتحاد لا يمكن أن يفصل ما اتحد به. لكن اللي يهمنا في الحتة دي أن لفظ الطبيعة طبيعته يقصد بها بكونها الأقنوم الواحد للابن. ويستطرد ويقول في موضع آخر إننا لا نعترف بطبيعتين للابن الواحد، طبيعة يجب عبادتها وطبيعة لا يجب ألا تعبد. بيشرح لنا احنا مش بنقول طبيعة تعبد وطبيعة ما تعبدش، ولكن نعترف بطبيعة كلمة الله الواحدة الذي تجسد وسجد له مع جسدي بعبادة واحدة، كما أننا لا نعترف بابنين، ابن مختلف عن ابن الله الحقيقي المسجود لهم. في مكان آخر يعني أننا نعبد كلمة الله مع جسدي بكونه واحدا، وأننا اعتدنا تكريم عمانوئيل بواسطة عبادته بدون فصل جسد الكلمة المتحب به أقنوميا. ولهذا السبب نحن نعبد إلها واحدا هو إنسان في الوقت نفسه، مؤمنين به كما نؤمن بالواحد الذي يتألف من اللاهوت والناسوت. هنا يجب الإشارة إلى أنه بقدر ما تكون العبادة غير مرتبطة بالطبيعة في ذاتها، بل مرتبطة بحامل الطبيعتين، فإنه يلزم أن يكون كيرلس قد قصد الأقنوم الواحد، أي شخص كلمة الله الواحد المتجسد بالمعنى الأرثوذكسي لا بالمعنى المونوفيزي، بعبارة طبيعة كلمة الله الواحدة المتجسدة. يعني لابد أن يكون كيرلس يقصد بها الإيه؟ الأقنوم. هو يقصد بها الإله الكلمة الواحدة الذي صار بشرا وتجسد، والذي يعبد مع جسدي بفعل عبادي كما أعلن في المجمع الخامس. الإله الكلمة المتجسد مع جسده الخاص، لأن كل التأويلات والتحويرات اللي عملوها دهيت خدت قانونيتها في المجمع الخامس، اللي هو يبدو ظاهريا انه قرب لنا قوي، يعني انه في صفنا، اما هنيجي الوقت وهنعرف. وبناء عليه بيقترحوا، شوفوا بقى الجبروت، احنا بنقترح ان احنا كلنا نتحد تحت شعار هذا القول اللي استخدمه الآباء، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسدة، بس بشرط نفهمها صح. بس بشرط ايه؟ نفهمها صح. نفهمها صح ازاي؟ يعني هي خلق دنيا، يعني اقنوم في طبيعتين. لفظيا نستخدمها طبيعة واحدة برضو وكل حاجة، بس لازم نكون عارفين ان الطبيعة الواحدة دي نقصد بها ايه؟ شخص فيه طبيعتين، وممكن نتحد كده نبقى حلوين خالص. يقول ايه برضو؟ في كل ما اوضحناه هنا حاولنا ان نفسر ونتحقق. ده هو الشخص اللي بيقدم بيبر اللي هو يعني في محاولة للوحدة. يعني في كل ما اوضحناه هنا حاولنا ان نفسر ونتحقق من المعنى العميق لصيغة كيرلس الاسكندري الشهيرة، أي طبيعة كلمة الله الواحدة المتجسدة. هذه الصيغة التي هي التي يحتكم إليها اليوم أيضا الموالون للكنائس اللاخلق دونية في الشرق، إذ رأوا أنها تعبر تقريبا عن إيمانهم بعقيدة اتحاد الطبيعتين في المسيح. وإذا ما اعتبروا أن تفسيرنا الوارد أعلاه صحيح، خصوصا لأن كيرلس نفسه يثبته كما تثبته المصادر اللاحقة الموثوق بها. وإذا كان الإخوة المسيحيون الذين جئنا على ذكرهم يقبلون فعلا ويجلون عقيدة كيرلس المسيحانية، لو أنتوا صحيح بتحبوا البابا كيرلس كما فعل المجمع المسكوني الرابع في خلق دنيا، المجمع الخلق دنيا كان بيحب البابا كيرلس يعني ومشي على تعليمه، هم بيقولوا كده يعني، وكل كنيسة المسيح في الشرق والغرب، فإن الاتفاق وأخيرا إعادة الاتحاد بالأرثوذكس
يقدر أن يقوم تماما على أساس الصيغة الواردة أعلاه كما فسرت، وأن تقوم عامة على العقيدة المسيحانية عند القديس كيرلس، وبالتأكيد عندما تفسر بالمعنى الأرثوذكسي، وكما هو معروف جيدا فإن الكنيسة منذ المجمع المسكون الأول لم تتردد في استخدام ألفاظ وعبارات وصيغ جديدة في عدد تقرير التعابير السابقة وعروض حقائق اللاهوت العقدي. فالمناقشات الصعبة حول الوحدة في الجوهر التي وصلها الآباء القدسون في ذلك المجمع الكبير تخدم كمثل بليغ عن هذا الأمر. فالكنيسة إذن غير مجبرة على أن تبقى جامدة وأن تتخاصم على كلمات وعبارات، فلا حق تغييرها واستبدالها بكلمات وعبارات أخرى. المؤهل الأوحد هو أن جوهر العقائد الأرثوذكسية يجب أن يبقى ثابتا في كل الأحوال، ويجب أن لا يتأثر ويتغير. ولذلك في الحالة التي نحن في صددها تخول الكنيسة في استعمال صيغة جديدة ترضي وتوحد المسيحيين المنقسمين. بسبب ذلك نحن نؤمن بأن المسيحيين اللا خلقودنيين يقبلون حقا مسيحانية القديس كيرلس التي يقبلها الأرثوذكس أيضا. لذلك يمكن أن يحدث الاتفاق الذي يرغب فيه الطرفان على أساس هذا التعليم، ومعونة الله يمكن تحقيق إعادة الوحدة عن طريق وضع صيغة مسيحانية جديدة لها، ووضع نص شبيه بمصالحة عام 433 منسجم مع عقيدة كيرلس الأرثوذكسية. وبالتأكيد خلي بالكم الحتة دي، وبالتأكيد يجب إنجاز هذا الأمر بطريقة لا تبطل عقيدة خلق دنيا. نعم يا ابونا. لا ده من دوسك اكتشفته مؤخرا، ما كانش كويس ولا حاجة، يعني هو عايزها بالتفسير. الصيغة دي مالكوش دعوة في العبارات دي بتتبادر، لكن المهم المضمون المعنى. انتوا بتحبوا القديس كيرلس، طب هو يقصد كده منين؟ بتحبوه بقى ومنين هتخلفوه؟ وبعدين نتفق على صيغة زي بتاعة 433 اللي عملها القديس كيرلس وأقرب الطبقتين. وبالتأكيد كل ده مش هيتعارض مع خلق دنيا، لأن خلق دنيا يعني مظبوطة خالص. يعني إيه رأيكم؟ توافقوهم على كده؟ ده لسه في واحد تاني بقى اسمه يوحنا رومانيدس برضو أو رومانيدس، قدم بحث بالتركت دقة هذا البحث وأرثوذكسيته انطباعا قويا في نفسي، وعلى أساس هذا العرض لأقدر أن أرى أين نختلف في الأمور الأساسية. لأوضح ما أقول أود أن أشير إلى أن عبارة طبيعة كلمة الله الواحدة المتجسدة قبلها فيليبيان وأوسابيوس، فاكرين فيليبيان وأوسابيوس، على الرغم من وجود دليل قوي على أنهما لم يفهماها بالمعنى الدقيق الذي به استخدمها كيرلس. إننا نرى ذلك من اعتراف فيليبيان بالإيمان عام 449، ونرى ذلك عند فيليبيان وأوسابيوس في محاضر جلسات 449 وخلق دنيا. لقد سلم بها مجمع خلق دنيا جدلا معتبرا أنها مرادفة لطرق كيرلس الأخرى في التعبير عن الأمر نفسه، أي أكنوم كلمة الله الواحد المتجسد.
ان دي كانت طريقه القديس كورولوس، بس احنا اللي مش فاهمين، احنا مش فاهمين كان بيستخدم التعبيرات ازاي، هم فاهمين. احد اللاهوتيين برضو الخلقدونيين يقول كان لاهوتهم في النهايه لاهوت كيرلس الاسكندري وديوسكوروس وتيموساوس وفليكسينوس وساويرس الانطاكي ويعقوب البردعي وسواه يتمسكون بحرفيه اقوال كيرلس في الطبيعه الواحده، بيتمسكوا في الحرفيه الطبيعه الواحده، وكيرلس يستعمل اللفظ مرادفا للفظة أقنوم. بينا نحن نفرق بينها تفريقا قاطعا، ولكن صارت الصورة الآن أكثر وضوحا للطرفين. احنا بنتمسك بكيرلس حرفيا، لكن هو أصلا بيستخدمها بمعنى الايه؟ الأقنوم، مش الطبيعة. طبعا الموضوع ده بدأ زي ما قلنا من بعد خلق دنيا، وتعاظم جدا في الفترة بتاع يوستينيانوس. ففي مرة واحد اسمه مارون بعت للقديس فليكسينوس اسقف منبج الارثوذكسي يستفسر منه عن بعض النقاط، من ضمن ما ذكر بيقول له ايه رايك في تفسيرهم قول القديس كيرلس الاسكندري طبيعه واحده متجسده بطبيعتين احداهما للكلمه واخرى لناسوته. واحد اسمه مارون ايام القديس فليكسينوس اللي هو المعاصر للقديس ساويرس قال له ايه رايك اللي بيفسروا اما بداوا ساعتها يأولوا اقوال القديس كيرلس، قال له ايه رأيك في تفسيرهم قول القديس كيرلس السكندري طبيعة واحدة متجسدة بطبيعتين احداهما للكلمة واخرى لناسوته. في البداية عملوا كده، لكن طوروها بعد كده قالوا لا، ده هي يقصد بها اقنوم واحد، اقنوم الكلمة بطبيعته اتحد بالطبيعة الايه البشرية. وبدأوا بقى يدعوا على القديس كيرلس حاجة عجيبة. لما جم يحوروا معاني المصطلحات انه يقصد بها كذا وكذا، فلما هيجوا يطبقوها على اللاهوت والثالوث القدوس مش هينفع، فبدأت التعريفات الخاصة بالتجسد تفسر بطريقة والثالوث بطريقة، لكن ما قالوش ان احنا اللي عملنا كده او قلنا كده. ده ادعوا على مين اللي هو عمل كده؟ القديس كيرلس. فالخلقدونيون يدعون على البابا كيرلس بأنه رغم سيره على خطى أسلافه البابا أثناسيوس والآباء الكبدوك في استخدام المصطلحات في عقيدة الثالوث، إلا أنه اختلف عنهم عند الحديث عن التجسد. ده هم من ضمن الإدعاءات يقولوا عليه كده. في كتاب سر التدبير الإلهي التجسد لأسبيرو جبور يقول إيه؟ كيرلس السكندري كما أسلفنا صار على خطى أثناسيوس والكبدوكيين في سر الثالوث القدوس، فهو من هذه الناحية تلميذهم الأمين، حتى جاء في ماكسيموس المعترف مشغوفا بهم جميعا ومناديا بغرغوريوس اللاهوتي المعلم.
إلا أن كيرلس لم يفعل كما فعل غرغوريوس اللاهوتي هذا كما مر معنا. طبق طريقته في الكلام عن الثالوث على طريقته في الكلام على التجسد. بيقصد بمين اللي عمل كده؟ غرغوريوس. كيرلس ما عملش كده. تاني يقول: والحقيقة التي تتضح من مؤلفاته هي أن القديس كيرلس، هنا كان بيتكلم غالبا على يوحنا الدمشقي، مؤلفات يوحنا الدمشقي، يقول هي أن القديس كيرلس استعمل كلمة طبيعة بمعنى الجوهر وكلمة أقنوم بمعنى شخص في عقيدة الثالوث القدوس، كما حدد ذلك نهائيا القديسون الكبادوكيون الثلاثة باسيليوس وأخوه غرغوريوس النيسي وغرغوريوس اللاهوتي، إلا أن عقيدته في المسيح اختلفت أحيانا من جهة التعبير، فهو يستعمل أحيانا طبيعة وأقنوم وشخص كمترادفات، ويستعمل أحيانا أخرى كما مر في رسالة المصالحة بالمعنى الذي عناه المجمع الرابع الخلقدوني، هو المعنى السائد في المدرسة الأنطاكية. أما جه في المصالحة اللي هو بيدعوا عليه قالوا لا، دوكا كان ماشي يعني يقصد الطبيعتين طبيعتين. يقول: والعبارة التي يتمسك بها بشدة طبيعة واحدة لكلمة الله نفسها وردت في محل آخر أقنوم واحد للكلمة. احنا قلنا هو استخدم الاثنين، طبيعة واحدة وأقنوم واحد، مش هي نفس العبارة، طبيعة وأقنوم. يقول: ويسمي الاتحاد طرة اتحادا طبيعيا أو بحسب الطبيعة، وطرة اتحادا أقنوميا. لا، ده في اتحاد طبيعي لكن هما بيدمجوا بقى كله على بعضه يعملوه خلطة بيضة. خلي بالكم من الحتة اللي جاية دهي: هذا فضلا عن أن مؤلفا قديما قد أثبت أن العبارة مأخوذة من كتاب منسوب إلى القديس أثناسيوس، بينما هو في الحقيقة من تأليف أبوليناريوس، وقد أخفاه تلامذة أبوليناريوس كما أخفوا غيره تحت أسماء منها القديس أثناسيوس. وقد أيد التحقيق المعاصر هذه القضية، فسلم النقاد جميعا بأن الكتاب من تأليف أبوليناريوس. يعني حتى العبارة اللي انتوا بتناقشوها، لأن العبارة دي مشهورة قوي مش يقدروا يلغوها ولا يحوروها قوي في قناص، فدي بتاعت اصلا أبوليناريوس، لكن هو حتى لو قالها لكن بأي معنى؟ مش بالمعنى الحرفي اللي انتوا بتقولوا بيه، لا، بالمعنى اللي هو احنا عايزينه على هوانا. اللي جاي ده تعليقي انا، مش هتلاقوه مكتوب هنا. يعني بنقول ايه؟ يعتمد الخلقدونيون عادة لإثبات معتقدهم على التلاعب بمعاني المصطلحات، وخاصة بروسوب، أقنوم، طبيعة، جوهر، شخص. وحينما تأتي إليهم بأقوال الآباء يتهموننا بالجهل بمعاني المصطلحات والجهل بما كان يقصد الآباء، وإن أتينا إليهم بأقوال للآباء صريحة وواضحة لم يتورعوا على اتهام الآباء أيضا بالجهل، ويظهر ذلك واضحا في اتهامهم للقديس أثناسيوس والقديس كيرلس بجهلهم حينما استخدم تعبير الطبيعة الواحدة، فلم يتورعوا أن يقولوا أن الآباء القديسين معلمي المسكونة
كانوا يجهلون أن هذا التعبير أبو ليناري، وكأن معلمي المسكون لا يدركون معنى ما يقولون، بل يرددون عبارات بدون فهم معناها، حتى يأتي علماء آخر الزمان مدعي العلم والمعرفة ليصححوا إيمان القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس عمود الدين في الإيمان في الكنيسة الجامعة، فإن كان هذا موقفهم من أعمدة الإيمان فكيف يكون موقفهم منا نحن؟ تاني في كتاب سر التدبير الإلهي يقول كيرلس اصطدم بعبارة أبولينارية مدسوسة تحت ستار مؤلف منسوب إلى أثناسيوس الكبير، وهي طبيعة واحدة متجسدة للإله الكلمة، وقد وردت في أشكال أخرى كما سيجيء. ويستطرد بقى يقول العبارة تقبل التفسير الخلقدوني كما فعل كثيرون كالمجمع الخامس والإمبراطور جستنيانوس وسواهما. يعني العبارة ممكن تتفسر خلقدونيا، ومين اللي عمل كده؟ المجمع الخامس والإمبراطور جستنيانوس. فلفظة متجسدة هنا اللغة اليونانية مرتبطة بلفظ الطبيعة واحدة لا بلفظ كلمة، أي أن كلمة الله هو ذو طبيعة متجسدة واحدة، له طبيعة واحدة متجسدة، فهناك الطبيعة وهناك التجسد، فما هو الواحد ما دمنا أمام ألوهة وجسد؟ الوحدة هي وحدة الشخص. لما يتكلموا في الوحدة يبقى في اتحاد بين الكنائس، فيعطي الخلقدونيون تصور لاتفاق الوحدة معهم بأن يؤكدوا على أن الازدواج هو في الفكر فقط. يقولوا احنا بنميز الطبعتين إن سيوريا موني، ويقبلوا القول بالطبيعة الواحدة المتجسدة ويفسرونها بالطبيعتين، وفي المقابل نقبل اصطلاح في طبيعتين، ومن ثم لا يكون هناك خلاف بين الطبيعة الواحدة التي أصبحت متجسدة وبين الطبيعتين المتحدتين بدون انفصال. ولاحظ هنا أن يتكلمون عن الطبيعة التي أصبحت متجسدة أن يتكلمون عن طبيعة واحدة لله الكلمة، اللي هي الطبيعة اللاهوتية، كلمة متجسدة الطبيعة البشرية. حكاية التفسير بالطبيعتين دول مش على هوى بعض اللاهوتيين عندهم، فأحدهم عرضه يقول التوازي بين عبارة كيرلس طبيعة واحدة وعبارته متجسدة بغية إثبات أن كيرلس يتحدث عن طبيعتين في المسيح كانت ولا تزال خطأ يكرره الخلقدونيون، لأنه لن يقود إلا إلى وجود أقنومين وشخصين. خلي بالكم في كتاب برضو مجمع خلقدونيا يفرق أم يجمع، يقول هناك شاهد أيضا يدل على أنه استنادا إلى صيغة كيرلس طبيعة الله الكلمة الواحدة المتجسدة ساد شعور بأن أفتيخس اللي هو أوطاخ يجب أن يوافق الأساقفة المجتمعين، وهذا الأمر عني بوضوح أنهم شعروا بضرورة قبول أفتيخس بطبيعة ثانية في المسيح، بما أن لفظة متجسدة عنت لهم كذلك. والحق أنه يصح هذا الأمر إذا كانت الطبيعة تعني الجوهر، لكن كيرلس لم يستخدم هذه اللفظة بهذا المعنى، فهو لا يتكلم ولن يتكلم على جوهر واحد متجسد لله الكلمة. والتوازي بين عبارة كيرلس طبيعة واحدة وعبارته متجسدة بغية إثبات أن كيرلس يتحدث عن طبيعتين، ده واحد منهم فيهم بقى بيتناقشوا، يعني يتحدث عن طبيعتين في المسيح كانت وما تزال خطأ يقرره الخلقدونيون حتى الآن، كان هذا الانتهاج الخاطئ وما يزال خاطئا لأنه لن يقود إلا إلى وجود أقنومين وشخصين. ومع ذلك فكانت نتيجة هذا المؤتمر التفحصي
أن أطاخي لم يرجع إلى الشركة، إما لأن شهادة القصة حنا لم تقبل، أو لأن أطاخي رفض قبول طبيعتين بعد الاتحاد. لكن اللي حبيت أقوله هنا إن في بعض منهم مش عايزين التوازي دوت، لا هو يقصد بيه أقنوم، لكن ما تفسرهاش طبيعة وطبيعة، أقنوم في طبيعتين. في كتاب سر التدبير الإلهي يقول برضو تعبير آخر، يقول عبارة أقنوم واحد متجسد للكلمة هذه معادلة تماما للعبارة التي يتمسك بها ليعاقبة. يقصد بمين باليعاقبة؟ نعم؟ شرقيين ايه؟ احنا أرثوذكس، احنا أرثوذكس، يقصد بيها اللاخلقدونيين، يعني يقصد بيها الكنيسة الأرثوذكسية. كنيستنا هي الكنيسة الايه؟ الأرثوذكسية. يقول لي تماما العبارة التي يتمسك بها لعاقبة طبيعة واحدة. شوف عبارة أقنوم واحد متجسد معادلة للعبارة التي يتمسك بها لعاقبة طبيعة واحدة متجسدة للإله الكلمة، وهذا دليل قاطع على أن كيرلس ما كان يقيم في عقيدة التجسد التفريق الذي اعتمد غريغوريوس اللاهوتي، فلفظتا طبيعة وأقنوم مترادفتان في أهم جملة تسلح بها خصوم خلق دنيا. يعني أكن كيرلس مش ماشي حسب تعريفات الآباء أثناسيوس وباسيليوس وغريغوريوس، لا غير ليه فجأة كده؟ مين اللي غير؟ هم اللي ادعوا بتفسيراتهم. أنا بعلق بقول هذا ليس ترادف ولكن تلازم، إذ لا يمكن أن يوجد طبيعة بدون أقنوم والعكس. مش يقصد بالطبيعة أقنوم، لا، في طبيعة وأقنوم في نفس الوقت. خلي بالكم من اللي جاية دهيت، مهمة قوي، جاية في سر التدبير الإلهي التجسد. ولذا رأى فيها الأرثوذكس والكاثوليك دوما بالاستناد إلى كل تفكير كيرلس تعبيرا صحيحا عن الإيمان بوحدة يسوع، وبأن كيرلس لم يكن يفرق كل الأحيان بين لفظتي طبيعة وأقنوم، ما بيفرقش بينهم، بيستخدمهم ايه. ولكن في صراعه مع الانطاقيين استعمل في النهايه تعبيرهم كما نرى في رساله المصالح، فسمى اللاهوت والناسوت طبيعتين بمعنى سليم تماما. لما جه على هواهم قال هنا استخدمهم بمعنى سليم، لكن لما يكون مش على وهم ده كان بيخلط ما بين الايه، يعني بيستندوا على الادعاء الخاص بالمصالحة، ودي كان اول كورس خدناه لأهميته، لان المصالحة ده هي بتاعت 430، والادعاء اللي خاص بيها هو اللي جر كل المشاكل بعد كده ابتداء من مجمع القسطنطينية المكاني 448 ومجمع أفسس 449 ومجمع خلقدونيا وما تبعه. يقولوا بالمقابل كان خصومه مثله في الاستعمال، فكان سؤدوريتوس يستعمل عبارة كيرلس طبيعتان أي أقنومان. خلي بالكم من الحتة اللي جاية دهيت بقى. بناء على كل هذا نتساءل ايه كل هذا؟ ان كيرلس كان بيتمسك بالطبيعه الواحده القوي وكده يعني، وبعدين استخدم طبيعتين في المصالحه.
يقول بناء على كل هذا نسأل لماذا كان كورولوس يصاب بالذعر من عبارة خصومه طبيعتين؟ ليه كان بيصاب بالذعر؟ ما هو استخدمها هو لما جاء في لما جاب سيرة الايه رسالة المصالحة، قال طب ما هو استخدمها، ليه بقى كان بيصاب بالذعر من عبارة ايه؟ ده بيسأل، حاطط علامة استفهام، والإجابة هي على أساس السؤال أن ذعره هذا يضحد ادعاءاتكم بخصوص مصالحة 433. إذا كنتم أنتم نفسكم بتشهدوا أنه كان يصاب بالذعر من تعبير طابعتين، ده يبين بشدة أن الإدعاء الخاص بمصالحة 433 أن يقول فيه صيغة للمصالحة أقر فيها بالطبيعتين ادعاء كاذب، والقديس كورولوس نفسه فنده وطعن فيه ونفع عن نفسه. قال الآن لم نصدر بيانا جديدا للإيمان ولم نقبل بيانا صاغه آخرون. قال ده كلامه هو، مش كلامي أنا. وهنتكلم تاني بشيء من التفصيل عن المصالحة بخصوص ما حولها في محاضرة برضو، لأن دي من نقط الخلاف بيننا وبينهم حتى يومنا هذا. أنا قلت لكم في الأول، لخصت لكم اللي بيقاموا أو بيردوا على التعبير ده إزاي، بالطعن، بالتأويل، بالتلاعب بالمصطلحات، بالاستناد للإدعاء الخاص بالمصالحة. يقول أصدر الإمبراطور مرسوما بإتلاف كتب الأبوليناريين، فأخفوا كتبهم تحت أسماء أثناسيوس الكبير والبابوين يوليوس وفليكس وغرغوريوس العجيبي ويوحنا البيساني. في النصف الأول من القرن السادس فضح الغش. خلي بالكوا بقى، يعني الإمبراطور كان أصدر أمر بإبادة كتب أبوليناريوس فأخفوها في كتابات أثناسيوس وغرغوريوس وخلاف، ومحدش جريان بيها. فضح الغش ده امتى؟ اتعرف امتى؟ في النصف الاول من القرن السادس في مجمع 532 بين الارثوذكس ومحوريهم الذين سموا فيما بعد باليعاقبة. طعن إفرام الأمادي وسواه في أبولينارية بعض المصادر الفريق الآخر مما يطول شرحه هنا. ذكرنا في النص أن المراجع الأرثوذكسية فسرت عبارة كورولوس تفسيرا أرثوذكسيا. الإمبراطور جوستينيانوس المجمع الخامس المسكوني كتاب في البدع الدمشقي. يقول لك في مجمع 532 ظهر الغش بقى وطعنوا فيهم. حد عنده فكرة عن المجمع دوت يقصده بيه ايه؟ اللي يقول حتى لو كان جاي متأخر ممكن هنسمح له ياخد حاجة حلوة من الحاجات الفاخرة اللي في الآخر. قول يا ابني. نعم؟ لا. مجمع 532. يا خسارة. فاكرين لما قلت لكم ان الامبراطور ألح على القديس ساويرس انه يروح
وما كانش عايز يروح، وبعد كده ألح فراح، ولما راح وحضر حكموا على القديس ساويرس بأنه نسطوري وأبوليناري. قلت لكم المجمع ده فيه يعني برضو مش كل حاجة واضحة فيه. فضح الغش في هذا المجمع. مين وقف لهم؟ القديس ساويرس. فحكموا عليه وبحرقوا كتبه، وحكموا على القديس ساويرس انه نسطوري وابوليناري. نسطوري لانه قال اقنوم من اقنومين بالاتحاد الاقنومي، وابوليناري لانه قال طبيعه من طبيعتين، نفس الفكره واحده، طبيعه من طبيعتين قالوا ابوليناري. ليه؟ عشان قال طبيعه واحده. اقنوم من اقنومين قالوا نسطوري لانه قال من اقنومين. فبقول التعليق بقى بتاعنا، يقول يقول انه في النصف الاول من القرن السادس فضح الغش، ولكن في الواقع فضح التزوير والتلاعب والتأويل في كتابات الآباء في مجمع 532 في القسطنطينية، والذي حضره القديس ساويرس الأنطاكي، وفيه تم الحكم عليه بالنسطورية والأطاخية. فحقا هو حكم مرتد، إذ أنهم بالتلاعب والتزوير صار معتقدهم جامعا بين النسطورية وما ينسب لأطاخي تماما. لما بيقولوا طبيعتين نصاطرة، لما يقولوا الناسوت بدون أقنوم أبوليناريين، لأن عندهم مبدأ من زمان كامل مع كامل ما يتحدش. دي في المحاضرات التمهيدية. فما زال بيبنوا، لو قالوا في اتحاد بين الطبيعتين اتحاد حقيقي مش هيحصل، فيفضلوا طبيعتين. اتحاد أقنومي ما ينفعش، فلو قالوا أقنومين هيبقوا زي نسطور، فعايزين ينفع عنهم النسطورية، فما فيش حاجة اسمها أقنوم بشري خالص. فهم اللي جمعوا بين النسطورية والأبوليناريه. أطاخي ما كانش له فكر أو ما ينسب لأطاخي. وفيه أيضا تم تفسير عبارة الآباء طبيعة واحدة تفسيرا خلقدونيا بواسطة الإمبراطور يوستينيانوس، والمجمع الخامس الخلقدوني فيما بعد قرر ذلك. فاهمين يا جماعة ولا مش فاهمين؟ بنقول لقد اقتبس القديس كورولوس هذه الجملة من كتابات أبوليناريوس اللي بيقول كده، واحد بروسانتي خلقدوني بروسانتي، يقول لقد اقتبس القديس كيرلس هذه الجملة من كتابات أبوليناريوس، وكان يعتقد بأنها من كتابات القديس أثناسيوس، ولكن حقيقة الأمر هي أن هذه الجملة كتابات أبوليناريوس وتعليمه التي دسها ونشرها أتباع أبوليناريوس تحت عناوين مزيفة باسم القديس أثناسيوس وغروغوريوس. عندما نقول كلمة الله لا نقصد هنا الكلمة المكتوبة الكتاب المقدس، بل نقصد اللغز الكلمة المتجسد. يعني شوفوا بيظهر القديس كيرلس كأنه يعني ساذج خالص، ويستخدم حاجة بيرددها من غير ما يكون فاهمها، لا يعي ما يقول، ويجهل أبوليناريوس قال ايه وعمل ايه. في برضو للكاتب اللي جبنا سيرته قبل كده اللي بيعلق برضو على او بيطلب الوحدة على اساس الفهم المظبوط للتعبير طبيعة واحدة، يقول لي قد نجحوا في الإقرار بأنه عندما يكون الكلام عن الاتحاد فهو لا يعني التقاء شيء واحد، بل التقاء شيئين أو أكثر تختلف طبيعهما.
نفس التعبير يعني يقصد بالابن الواحد وكونهما الأقنوم الواحد للابن. في واحد برضو يوحنا كرمير الزوت قالها صراحة، قال إننا نقدر أن نتكلم على طبيعة واحدة بعد الاتحاد ولكن بمعنى أقنوم واحد مع الأحوال الأربعة التي تصف بلا اختلاط ولا تغيير ولا انقسام ولا انفصال. وبرضو يقول صيغة كورولوس طبيعة الله الكلمة الواحدة المتجسدة أو أقنوم الله الواحد وخلق دنيا. من يوحنا رومانيدس برضو من الكنائس الخلقدونية يقول يقول الخلقدونيون واللا خلقدونيون كلاهما. صيغة كورولوس بكونها الدليل الآبائي الأول على المسيحانية الأرثوذكسية، لكنهما يتهمان أحدهما الآخر بعدم الإخلاص لكورولوس. يرفض اللا خلقدونيون الأرثوذكسيون مجمع خلقدونية ويتهمونه بالنسطوري لأنه قبل كتاب توماس لاون طبيعتان بعد الاتحاد، وحذف وفق زعمهم عبارات كيرولوس من تحديده الإيماني مثل عبارة طبيعة الله الكلمة الواحدة المتجسدة وعبارة اتحاد أقنومي أو طبيعي. شوف هنا يقول برضو أو طبيعي، لكن هي مفروض اتحاد أقنومي واتحاد طبيعي، وعبارة من طبيعتين أو المسيح الواحد هو من اثنين. ففشل خلق دنيا في استخدام بنود كيرولوس الاثني عشر استخداما كاملا، وإدانة مسيحانية سيودور المبسويستي وقبوله لسيودوريتوس القورشي وإيباس الرهاوي جعلاه موضع شبهة. ثم هناك الاتهام الخطير، وهو أن وضعه لتحديد جديد للإيمان عارض قرار أفسس 431 الذي قضى بأن يحظر على كل من يقدم أو يكتب أو يضع عقيدة أخرى سوى ما حدده الآباء القدسون المجتمعون بالروح القدس في نيقيا. نفس الكلام برضو يوحنا رومانيدس بيقول ايه، اطاخي ظن في بدء الامر ان صيغه كيرولوس القائله بطبيعه واحده تعني جوهرا واحدا، ولهذا السبب تردد في قبول هاتين اللفظتين كاسمين لناسوت المسيح. وكيرولوس استخدم الجوهر وكانها مرادفه للفظه الطبيعه عندما تحدث عن الثالوث القدوس. والحق أنه لا مجال للتساؤل عن استخدام لفظة الطبيعة بكونها مرادفة للفظة الأقنوم، لكنه لا يتكلم أبدا على وجود جوهر واحد في المسيح، إنما يتكلم بوضوح على طبيعة المسيح البشرية بكونها من جوهرنا نفسه. في المسيحانية يستخدم الطبيعة والأقنوم والشخص كألفاظ مترادفة. نفس التكرار يا جماعة، يعني أنا بس بجيب أمثلة، لكن خلي بالكم من اللي جاي ده بقى بيجيب الخلاصة على طول. واحد اسمه جوزيف ليبون ده متخصص في الموضوع ده قوي، له كتابات قديمة فيه، فلما درس عقيدة الكنيستنا الأرثوذكسية ودرس نقاط الخلاف معهم قال إن عقيدة الكريستولوجي عندهم، يقصد عند مين؟ عندنا، صحيحة وكاملة تماما. وقال أيضا لا يوجد شخص في الغرب لا يقبل ولا يدافع عن وحدة الطبيعة المتجسدة بعد الاتحاد إذا فهمنا أن اصطلاح طبيعة تعرف باسم شخص. لو قلتوا شخص يبقوا زينا تماما، هي بس مجرد لفظ واحد هو اللي هيفرق ايه؟ وحدة الشخص. وعشان كده تلاقوا ناس كتير ما يتكلموا شخص المسيح الواحد، اتحاد الأقنومي في شخص المسيح، اتحاد الطبيعتين في شخص المسيح، دي كلها مش تعبيراتنا.
شخص المسيح الواحد، الاتحاد الأقنومي في شخص المسيح، اتحاد الطبيعتين في شخص الايه؟ المسيح الواحد. يركزوا على وحدة الايه؟ الشخص، مش وحدة الطبيعة. وهو بذلك يوافق على عقيدتنا الأرثوذكسية بشرط أن يكون تعليمنا وفهمنا عن الطبيعة الواحدة بمعنى الشخص الواحد. نختم بجزء من رسالة القديس ساويرس الأنطاكي، يقول: قد ادعى مجمع خلقدوني هذه الأقوال بأساليب ملتوية، وقد شرح أساسا بأسلوب الحدوتة والخيال المخادع عندما عرف أن للمسيح طبيعتين. قال أن أقنومه واحد، وقد حل أقنوم مكان شخص. كان ساعتها قالوا أقنوم واحد، وقف سؤدوريتوس عرف، قال: نقصد بالأقنوم الشخص البروسوب. وهكذا سيؤدور شرح سيؤدور الخدعة في رسالته إلى يوحنا، يقصد يوحنا الأنطاك، لأنه لو أنه في الحقيقة هناك أقنوم واحد، سوف يكون هناك أيضا طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. وإذا كانت هناك طبيعتين، فسوف يكون هناك بالضرورة أقنومين وشخصين. وهكذا يوجد الثالوث الأقدس رباعي، ولكن تضيف تلك الخزعبلات اللي هي في خلقدونيا، يضيفوا يقولوا ايه: نحن نعترف بطبيعتين وشخص واحد بانضمام الطبيعتين باسم المسيح الابن والرب وبالقوة. وهكذا ينطبق تماما مثلما يكون هناك ملك بمجد شخصين كأنهم واحد نفس المجد، سبب المساواة وتطابق المجد أو القوة. أين وجدوا أسلوب الاتحاد المبتدع هذا والذي لم يسمع به أحد من قبل؟ فلنقل على الأصح ما هو حق، إن التفرقة سافرة ومضللة، وأن هدفها أن نعترف بما ليس كائن، وأن نعلن ما هو حقيقي أنه خطأ. ده الختام اللي جبته من مين؟ القديس ساويرس. ونكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع، وندي فرصة للأسئلة.